كي أدرس التاريخ. لقيت كله مليان بالهجرات والإبعاد، لقيت خط مكتوب بحبر من عذاب، من عصفة صحراء طلعنا اخلقنا من تراب، لكي نذوق المر للعامل كالدواب، همام أبيض تعفى من وجوده بالسحاب، حل محله طائر يسمى بالغراب يبحث عن فارسة. 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 تاريخ أصبح ماضي فلنعد العتاد، لكي نوجه الحاضر لكي نسلم بالبلاد، اخترعنا صحيح السيف لكن فاتنا التعداد، بالحسب وبالنسب كان مفتخر للأجداد، وماذا الآن جنينا غير البوكة عاللي فات، حاولت أصد أحد لكن القدر كان أقوى، ماشي بطريق اليوم مبحث عن مأوى. في 67 حرب الأيام، للستة في 82 حرب النانو ضم البيوت، من صفحة 87 للوحدة 90 وإحنا بندافع بالقوم في الانتفاضة الأولى، سياستك للعظام كانت هي المحاولة، بس لسه كله بسوء في هذه المقولة. في 67 في 67 حرب الأيام للستة، مغلب جد من حاجة قدسية الصفات، حكم الإغلاق من قوة خارجية، ها أنا شاهد كتاب تاريخ دولة فلسطينية، ذكرت كل التواريخ لما دخلت بالألفية، نصحوني بالسكوت لعدم رضا الحوالية. تاريخ فلسطين ما لازم ننساه،